انت ما عندك فرصه. اي ما يخالف، مراجعه سريعه نسوي له هذا الاكزامبل اللي اخذناه، ما يخالف. اي تذكرون طلاب بانه احنا قبل هذا الاكزامبل اخذنا الحالات اللي هي كان تاثير الايركرافت كانت موجود يعني بحاله اللاندنج او التيك اوف. هنا بهذا السؤال كان عندنا ايركرافت وزنها 8000 نيوتن، الوينج اريا 14.5 متر مربع، والكورد مالته 1.35 متر، وناطيني هنا قيمة الكيرف علاقة بين السي دي دراج كوفيشنت والالفا الانجل اوف اتاك والبيتشنج مومنت سي ام. اوكي هنا بالسؤال ناطيني لايت ايركرافت طائرة نوع الخفيف، زين يقول determine the lift، يريد lift يعني ال L، ويريد ال drag ال D، ويريد ال tail load يعني ال P، ويريد ال forward inertia force يعني قيمة ال F coefficient في ال W، بس العفو ال F هي F ال F في ال W inertia force، ويريد كذلك بالسؤال كان ايش قايلي؟ قايلي سيمتريك مانوفر، سيمتريك مانوفر. شنو هنا عندي نوع المناورة بالطائرة؟ مناورة متناظرة كورسبوندينج تو ايش قد قيمة الان مالتها؟ 4.5 اللود فاكتور، وناطيني السبيد مال الطائرة ايش قد؟ 60 متر على الثانية. يقول assume the engine off condition يعني كانت في حالة التوقف، apply and that the air density ناطيني، والفيجر ناطيني اشكال اللي هي تعطيك الدايمنشن مال الايركرافت. هنا قلنا بهذا السؤال ايش قلنا؟ من اعيد المعادله اللي عندي بالاشتقاق اللي اخذناه، شنو هي الاكوليبريوم اللي عندي؟ فهنا اول ابروكسيميشن سوا بانه احنا سوينا نجلكت المن التيل لود البي، هذا البي طبعا يقارنوه ويا الال، فالبي هو الليفت اللي يجي نتيجه وجود رادار اللي موجود بالتيل مالت الطائره، هذا الليفت مقارنه ويا الليفت بالجناح مرات يؤخذ بالاعتبار ومرات يهمل. هنا قال لي لايت ايركرافت يعني نعطيني قيمته بانه مخلي بالابروكسيميشن النهج الحلي حل بي بانه قيمه البي يهمل. ف ونعطيني كذلك الاكويشن اللي عندي هنا مالت الحال اكو بيها باراميتر الثاني حيهمل هو تي ثراست اللي هو قوه الدفع مالت المحرك قايل في حاله الاوف كونديشن، الاوف كونديشن اللي هي تي ساو صفر. فراح تصفالي من المعادله اللي بالسابق اذا تتذكرون من اخذناها بحاله الاتزان ال L بلس P ماينس W يساوي لي زيرو، البي راح قيمته صفر، فراح يبقى عندي فقط قيمه ال L وال W. فالعلاقه بين ال L وال W هنا الليفت ويا الوزن ويا الويت مالت الطائره، ال L يساوي لي اللود فاكتور في الويت. وهذا ما يمنع بانه عندنا احنا اصلا المعادله للليفت كوفيشنت هو حاصل قسمه الليفت اللي عندي، ليفت فورس اللي عندي على قيمه النصف رو في سكوير في الاس. فبالسؤال هنا طلاب تسمعوني مو؟ نعم استاذ اسمع. جيد. هذا مراجعة طبعاً للمثال مالت المحاضرة السابقة. المهم هنا هسه أول علاقة لقيتها بين السي ال والفيلوسيتي واللفت. هنا عندي شنو المتغير مالتي؟ أنا أريد على مود أروح للكيرف هذا اللي عندي لازم أكو عندي فد قيمة إنيشيال إلمن للسي ال، زين؟ فخلي نشوف إيش قد حتطلع هاي القيمة للسي ال على اعتماد هذا الفيرست ابروكسيميشن.
فقيمة السي ال اللفت على نصف رو في سكوير في الاريا. عندي هاي القيم كلها، النص عندي رو مال اير ناطيها، السرعة ناطيها، اللفت ناطي اللي هو ايش قد قلنا مقدار الان في الدبليو، الدبليو ما تطلع ايش قد ناطيها 3000 زين بالسؤال اللي هي 8000 نيوتن، واللود فاكتور الان ناطي قيمته 4.5. فحصلنا على قيمة اللفت كوفيشنت المن لهذا الابروكسيميشن لهذه الحالة. هسه راح نبدي. اكو عندي ناطيني بالسؤال هذا الفيجر اللي عندي من خلاله الجراف هذا الموجود عندي ناطيني قيمة السي ال. هسه اروح على قيمة السي ال تساوي 1.113. اروح اشوف على المنحني هذا العدي اللي هو المرسوم بين قيمة السي ال وثلاث اللي هو المحور الاكس اكسس والواي اكسس يمثل ثلاث قيم اللي هي السي دي دراج كوفيشنت والالفا والبيتشنج مومنت السي ام. اللي عندي هنا اروح على قيمة السي ال طلعت لي 1.13، راح اجي اروح من انا من هذه القيمة اقاطعها ويا مثلا السي دي كيرف مات السي دي حتى قالي لي قيمة للسي دي اللي هي تقريبا ما يقارب اللي ما يقارب بين البوينت او 5 والبوينت 1، وحيقالي كذلك من يتقاطع ويا قيمة الالفا حيقالي زاوية بين البوينت او 7 وبوينت او 6 تقريبا، فتقريبا بوينت او 7 في قاها، وحيقالي كذلك من اقاطعه ويا السي ام حيقالي نعم بين 10 و 15. ما اسمع هسه لحظه ثواني دقيقه دقيقه ايه الو الو من اللي يسالني؟ انا بدي اسال على الالف مو بين العشرة وال 15. ها نعم هسه نجي قيمة الفا، قيمة الفا تسالين هي حد قاطعين قيمة انت منو زينب؟ مو مدى تطلع لي الاسماء، انا بس الشاشة حاليا. زينب بتسأليني؟ نعم. القيمة مات الالفا عدت قيمة سي ال 1.113 ماشي. راح نجي شو نسوي هسه قيمة من قيمة سي ال راح اجي هنا على المحور مال سي ال اشغل وين موجودة ال 1.1 اقاطعها ويا قيمة منو اريد مثلا الزاوية ويا الزاوية الزاوية حتطلع لي بين ال 15 وال 10 فمن مقاطعها تقريبا طلعت 13 الزاوية اللي هو مطلعها من ال... يعني أنا قصدي هاي القيم طلعها من الكيرف من التقاطعات. قيمة السي دي لدراج كوفيشنت نفس الحالة قاطعها ويا الكيرف مال السي دي وقراها القيمة الأفقية على محور السي دي اشقد وكذلك قيمة السي ام. فورا ما خلصنا حسبنا الالفا اشقد وحسبنا السي ام ايش قد، يعني معناه يقول بانه اني الطائره عندي بحاله المانوفر اللي راح اسويها السيمتريك مانوفر اللي حتتكون عندي وبحاله الانجن اوف نسوي الهين حتكون عندي قيمه الفا الانجل اوف اتاك هي 13 درجه وتعطيني ليفت كوفيشنت هو 1.3. ورا ما خلصتي حسبتي هذا المقدار اللي هو الكوفيشنت طلعتيه من المخطط حتروحين الى اكو عندي من الفيجر بي اللي هو هذا قيمة ال L. هذه هنا راح تصحح قيمة ال L. ال L شلون حتصحح؟ عندي الابعاد مالتي عندي ايش كم زاوية؟ عندي زاوية الفا وعندي زاوية 2. المحصلة مالت الزاويتين يعني اللي حيميل بيها هي كوساين يعني الفا ناقص 2
يعني هي الفا ناقص 2 هي الزاويه اللي حتحكم بها. فعندي الطول مالت الال حيساوي 4.18 كوساين الفا ناقص 2. زين شنو راح يجي بعد تدخل عليه محصلات من يتحرك هذا المحور؟ اكو محور عندي بوينت 3.1 عمودي متر، هذا حتكون الى محصله كذلك باتجاه الاكس اللي هو شنو الساين الزاويه اللي هو بوينت 3 ساين الزاويه الفا ناقص 2. فعندي بوينت 3.1 ساين الفا ناقص 2. فاذا عندي طول الذراع ال، الذراع ال الصححت كانت 4.18، بالاخير الصححه طلعت لي قيمتها 4.123 متر. هاي ايش وقت؟ هاي ورا ما صار عندي قيمه للليفت كوفيشنت 1.113 وقيمه الالفا 13.75. زين هسه ايش راح يسوي؟ راح ناخذ هذه القيم حنعوضها بالمعادلة اللي عندي مال الـ MCG الـ Pitching Moment ناقصاً الـ P في الـ L يساوي صفر. يعني هنا الـ Pitching Moment بالـ Center of Gravity مالت الطائرة، ما نعطيني رسم هنا هذا شي يساوي لي الـ M بالـ CG مضروب في قيمة الـ P القوة بالـ Tail في الذراع مالتي الـ L. يساوي الـ MCG هذا المقدار واحدة يعبر عن الـ Pitching Moment، يعبر عن الحدود اللي هي الليفت في الذراع مالته، الدراج في الذراع مالته زائداً الـ MO اللي حيصير عندي بمكان الـ MCG حيعبر عنه بالترم الـ LADB في الـ MO. فهسه وراها راح بالأخير راح نوصل الى حاله بانه ان السي ام عاده البيتشنج مومنت السي ام مالتي ايش حيساوي لي هنا البيتشنج مومنت المومنت اللي هو بالسنتر اوف جرافيتي حيصير عندي قيمه البي ال هاي انتهينا منها طلعناها بالمعادله يساوي لي بالطرف الثاني يصير ام سي جي. الام سي جي هو شنو؟ هو قيمه النصف رو في سكوير في الاس في السي ام سي جي فنطاني البيتشنج مومنت. فهسه من هذه المعادله اللي عندي قيمه الكورد عندي قيمه السي وعندي قيم السي ام وعندي كل المجاهيل الموجوده. فهسه وراها بهاي المعادله حنعوض حيكون عندي ال L زائدا النصف رو في سكوير في ال SCM على ال يساوي لل N في ال W اللي هو الليفت العدي. فكأنه ليفت جديد حيطلع لي يقابل هذا الوزن قيمة جديدة للليفت. شلون حنحسبها؟ يعني قيمة جديدة للCL، يعني اكو كوركشن لقيمة الCL حيصير. فنقسم المعادلة الطرفين على نصف رو في سكوير في الاس حصير عندي ال L تتحول الى CL وهذا المقدار حيصير C على L في السي ام والطرف الثاني حيصير اللود فاكتور ال N في ال W الويت على نصف رو في سكوير في الاس. ورغم خلصنا هذا المقدار ورغم عوضنا المعادلات حيصير عندي هسه هاي المعادلة الجديدة الكوركشن الاكيوريت فاليو المن للسي L. شلون حاجتها؟ عندي قيمة CL 1.13 ماينس قيمة الكورد اللي 1.35 بالسؤال نعطيه ال L صححنا صار 4.123 في قيمة ال CM وين بالسي جي اللي هو البيتشنج مومنت بالسنتر اوف جرافيتي. كل هذا تجمعه وتطرح وتقسم حيطلع لك قيمة السي ال الجديدة اللي هي 1.088. لهنا أنا واضحة طلاب؟ واضحة إن شاء الله. واضحة دكتور واضحة. وضحت هذا ذاك الأسبوع شرحناه وهسه عندنا الشرح مالته. هسه صار قيمة correction المن للليفت كوفيشنت.
صار قيمة نتيجة شوفوا مجرد تغير الال السناتر شوية تحركت حصير عنده قيمة جديدة للسي ال. القيمة الجديدة للسي ال لقيناها طلعت 1.088. هسه نجي هاي 1.088 نفس الشيء اروح ارسم الجراف اللي ناطي لي حروح على ال 1.088 اقاطعها ويا السي دي ويا الالفا ويا السي ام حتنطيني قيم جديده الالفا 13.3 والسي ام 0.073 زين هسه نجي من مرت اللخ اروح اعوض قيمه الالفا الجديده اللي طلعت لي حيطلع لي ال جديد المفروض الال الجديد هنا خلي ببالك بالمعادله هنا مات ال ال هاي 4.18 كوساين مو هاي المعادله كانت عندي ال الجديد حياخذ ندير بالنا القيم الجديده قيمه الفا الجديده زين فهسه هنا يقول لك من راح نعوض قيمة الـ L الجديدة و ألفا جديدة اللي هي الـ L 4.16 زين بالسكند أبروكسيميشن يعني بالنهج الثاني اللي حنستخدمه حتكون عندي تطلع لي قيم الـ CL now gives the third approximation هسه هنا ورغم طلعت لي L الجديدة هنا ايش حيصير عندي يروح يقارن قيمة الـ CL ويا القيمة اللي قبلها بالابروكسيميشن الثالث كذلك ورا ما حسب عاد هاي الخطوه المره الثالثه راح شاف قيمه السي ال تساوي لي 1.099 بالثيرد ابروكسيميشن اللي هي تقريبا ثبتت ويا السكند ابروكسيميشن اللي هي 1.088 فسوى قال بما انه القيمه بقت الكلوز للقيمه اللي قبلها فقيمه اذا السي ال اللي راح ناخذها اللي نعتمدها هنا All extremely close further approximation will not give value of CL. Very much different to these above. Therefore, we shall take CL قيمة تجد 1.99. هاي القيمة الأخيرة اللي هي تقريبا قيمة CL بها استقرت. فمن هاي المعادلة من قيمة هاي CL حروح أشوف CD شقد وباقي الباراميتر. هسه وراه قايل لي احسب اللفت حروح اخلي النصف رو في سكوير الاس في السي ال السي ال الجديد 1.099 والاريا عندي السرعه عندي كل البقيه المطالع عندي تطلع لي اللفت ايش قد يريد التيل لود يعني اللفت بالتيل لود اللي هو بي راح اروح اللي هو نفس الان دبليو ماينس ال هاي المعادله مالته من قلنا بانه الثراست ما موجود حتتولد عندي قيمه التيل لود البي حيساوي لي ارم اللود فاكتور في حاصل في الوزن في ناقصا اللفت اللي عندي من طلع المطلوب قبله اخر شيء حيريد من عندي قبل الاخير العفو الدراج نصف رو في سكوير في السي دي نفس الشيء عندي هاي البارامتر كل اخر شيء عندنا بانه احنا الفورورد انيرشيا فورس الاف دبليو تساوي لي ال W هاي مين جبناها؟ جبناها من الاشتقاق بالخطوات اللي عندنا لان الثراست هنا العفو هنا ما موجود الثراست قيمته صفر فالاف دبليو الانيرشيا فورس حتساوي لي قيمه الدراج وهي قيمتها الدراج طلعناه بالمطلوب القبلة اللي هو 2790 نيوتن هذا كل ما 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 موجود في خطوات حل هذا النوع من تجي عندي هنا سيمتريكال مانوفر زين هنا فقط عندي قيمة السي ال والباراميتر البقية والبعد بين السناتر وقيمة اللفت والسي ام والفا ذني متغيرات قيمة سي ال مرتبطة بيهن كل ما يتغير قيمة السي ال فهنا السواء اخذ 3 approximation اخذ النهج الاول بعدين الثاني والثالث النهج الاول من قيمة السي او راح طلع قيم الكوفيشنت البقية وراح حسب قيمة ال الجديدة لان طلعت لنا زاوية الفا جديدة وما كمل هاي القيمة اجى على القيم الجديدة كذلك راح حسب لنا قيمة
CL من جديد صار بها correction وفق هاي المعادلة. لازم بس تعرف هاي الخطوة المعادلة الثالثة والرابعة، الرابعة شلون جتي من تعويض. زين معادلة 3 بال 14 12 فحتطلع لك الليفت زائدا هذا البارت تساوي الان دبليو. هاي فقط اللي بيها اشكال. بعدين قسم الطرفين على نصف ربي سكوير اس، وبالاخير حصل على علاقه بين السي ال وباقي القيم مال كوفيشنت. فكل ما يعوض ويصحح فبالاخير قيمه بين البروكسيميشن الثاني والثالث قيمه السي ال طلعت متقاربه، فثبتت القيمه على ال 1.099 وكمل الحل بقيمه وجد الليفت ووجد البي والدراج والفورورد انيرشيا فورس. هذا كل الوقت اخذناه فقط لنراجع ما سبق بالمثال يعني عمو نتبع، نبقى نتابع بموضوعنا نمشي بتوفق التسلسل. احد عنده سؤال على هذا فيما يخص هذا المثال؟ احد عنده سؤال على السيمتريك مانوفر؟ ماشي نستمر بمحاضرتنا هسه الحالية. هنا حناخد تأثيرات النورمال اكسلريشنز زين associated with various type of maneuver. هنا حناخد تأثيرات اللي هي بحالة الطائرة من تكون بيها عملية pull out زين او pull up، pull out يعني down او up، وعندنا كذلك البانكينج. هاي الحالات حناخدها وندرسها بحالة الاستدي. فهنا عندنا التعجيل هنا العمودي النورمال اكسلريشن اللي يصير عندي يتولد عندي يرتبط يعني بانواع مختلفة من المناورات. ففي الجزء السابق اللي اخذناه بالبريفيوس سكشن 14-2 وجدنا بانه احمال الطائرة مستندة استنادا الى حمل المناورة يكون يعني قيمته معطاه معلومة بقيمة N. هنا بهاي الحالات اللي عندي يقول يعني بانه احنا من الضروري it is necessary to relate this load factor، من الضروري بان نربط معامل الحمل هذا لانواع مناورات شبيهه هاي المناورات تكون given معلومه معطات عندي. وتنشا هنا حالتين عندي بهاي الحاله من ايش وقت تصير عندي النورمال اكسلريشن يدخل عندي على المانوفر. يدخل عندي اكو تو كيس عندي. الكيس الاول كيس اللي هي البول اوت فروم دايف اللي هي عمليه البول اوت مثل ما تعرفون بالترجمه العربيه هو عمليه السحب. يعني البول اوت فروم دايف اللي هو هنا عندي شو يصير عندي؟ ان بان الطائره كانت في الدايف كونديشن فجاه صار عندي البول اوت هنا مال بزاويه مقدارها ثيتا. هنا البول اوت لازم يكون شنو حالته؟ يكون حاله الاستدي. زين الحاله الثانيه هي حاله البانكينج. البانكينج مرتبطه وين؟ برولينج مال الطياره. فالزاويه مالت الخاصه بالبول اوت هي ثيتا لان تسوى عمليه بيتشنج، بينما الزاوية اللي خاصة بالبانكينج هي اسمها فاي. ده سمعوني طلاب؟ نعم دكتور نسمع. اي واضح دكتور. جيد. هنا عندنا اذن فقط هاي الحالتين هسه. هاي يا حالات اللي هي بيها النورمال اكسلريشن يتولد عندي. هذه الحالات من المانوفر هذه هنا تكون انسيمتريك يعني غير الحالات المانوفر غير المتناظر اللي عندي. هنا مثل ما قلنا بانه اني اول شيء نقطه تجي ببالي اكو عندي من يسالوني شنو عندك بالنورمال اكسلريشن هنا شنو الحالات اللي حتتولد عندي؟ يقول عندي تو كيس زين
فعدي هنا load factor to given type of maneuver two case arise. عدي كل حالتين حتتولد عدي. زين هاي الحالتين هي steady pull out from dive, والثاني هي correctly banking turn. كلمة bank تعرفون bank هي مصرف, أو bank من الدقها بالقاموس تطلع هي عملية رصف. رصف يعني مثلا سيارة ترصفها توقفها على جراج أو كذا. هنا قيمة البانكينج أنجل هي زاوية الرصف, يعني اللي هي ترتبط ويا الروتيشن مات الطيارة, يعني ويا الحالة روتيتينج مو ويا اليوينج ولا البيتشينج. البيتشينج ترتبط ويا حالة زاوية البول أوت, وبالنسبة للبانكينج يرتبط ويا حالة الرولينج. فاللي عندي هسه حاليا قلنا هاي الحالتين حناخذهن, و كذلك بأنه هذا هو ليست مناورة متناظرة عرفناها. ففي الأساس هذا يعطي ارتفاع في التعجيل العمودي في مستوي التناظر, يعني هاي الحالات من المناورة تعطي قيمة أعلى بالتعجيل العمودي بمستوى التناظر. هسه حنجي نشتغل الحالتين نشوف شنو تفاصيل كل واحدة. زين هسه حناخذ الحاله الاولى للتو كيس. اتفقنا بانه السيستم يكون بها انسيمتريك. زين يعني نوت اسيمتريك مانوفر. اللي حيصير عندي اول حاله بالبول بالستدي بول اوت, حاله السحب المستقر يعني ترجمتها تكون, يعني نحاول ننطيها. هنا نفترض بان الطائره بدات بهذه اللحظه بالسحب من الطوفان, يعني من حالة الطوفان اللي ماشي بيها. زين فهذا شي يصير عندي. هذا راح يوصف لي مسار طيران منحني. انت بأنه عندك طائرة اللي هي هاي, من الطائرة تبدي تريد تغير من حالة الدايفينج الى حالة البول اوت, ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي الحركة مالتها كأنه حتكون على شكل كيرف. الكيرف هذا مرسوم عندك المنقب. زين على مود بي شو مثلا, مثل ما يقولون تعديل المسار تصحيح المسار. فهذا المسار الفلايت باث نسميه كيربتشر. هنا حيكون هو مو باوطأ نقطه, يعني انتم مثل ما تعرفون احنا عاده بالطيران الامن مرات يقول لك بانه مثلا من تصير حوادث الطائره, مثلا اذا تريد حادث لا سمح الله الطائره يصير والطائره بحاله تيك اوف فوز العفو الطيران, فيعيد يهبط. من يعيد يهبط يقول له بالهبوط الطائره يقول له اول شيء تتخلص من الوقود. من تتخلص من الوقود هنا ومن تريد تهبط للارض تاخذ اكثر منحني هبوط لامن لك. شلون؟ كل ما تكبر هذا نصف قطر القطر الآر, كل ما يكون عملية الهبوط آمن أكثر. ليش؟ لأن هنا ديسيبيت حيصير عندي تشتت بالقوى مالت الانيرشيا. كل ما يكبر هذا نصف قطر الدوران. زين فإذا هذا الآر حتتولد عندي ب centripetal acceleration, حيتولد عندي تعجيل مركزي. وين يكون اتجاه النورمال عمودي؟ ايش راح يصير به هنا عندي؟ يقول بانه احنا الاحمال الواقعه بهاي اللحظه من المناوره اللي كما موجوده بهذا الشكل, الار هي نصف قطر الدوران لمسار الطيران. هاي قيمه الار كابيتال. زين وهاي بهاي الحاله هي شنو؟ هي موجه او متجه تمثل مقابلها متجه رفع. ايش بي يجب ان يوازن المركبه العموديه لمسار الطيران.
يعني اكو مركبتين لازم عندي تتوازن زين، وش يصعد ويزودني القوه الناتجه عن مين تجي من التعجيل المركزي هذا السنتربتال اكستريشن، وين يكون اتجاه باتجاه مركز المنحني لمسار الطائرة. هسه اذا وياي حناخذ الموازنة ماتي مات القوى اللي حيصير عندي شنو انها تنتبه اتجاه اللفت الطائرة مايلة بزاوية ثيتا، اتجاه اللفت ايش قد مقداره L ايش راح يساوي لي، هاي مين من الاكوليبريم حتشتغل عليها انتبهوا طلاب. الاتجاه الاعلى اللي فوق ايش عندي؟ عندي قيمه للسنتر احنا نسميها سنترفيوغال او هنا سنتربيتال اكسلريشن، قوه تجي من هذا المقدار من نضبه في الكتله، حتيجي وين اتجاهها؟ نحو المركز باتجاه ال وهي اتجاه اللفت، فال يساوي لي الام في الفي سكوير على ار، الفي سكوير على ار هو التعجيل المركزي، بس من نضب قيمة ال W على G في قيمة الام حيعطيني قوة. هاي القوة شنو عندي بعد يقابلها؟ عندي قوة الوزن، وين تكون؟ أوميجا W كوسان الويت كوسين ثيتا. فإذا من الاتزان اللي سويته حصلت على هاي المعادلة، وبعدها اللي حصلت عليه بانه انا عندي مسبقا بانه اعرف قيمه اللفت هي تساوي للان في الدبليو، حشيل قيمه ال واعوض بمكانه ان دبليو، من خليت ان دبليو بمكان اللفت وصارت هنا الفي سكوير وعدي دبليو بهذا الحد وعدي دبليو هذا الحد، الدبليو انشطب من الطرفين فصارت عندي معادله 14-15 اللود فاكتور بعلاقته بمن بين الزاوية ثيتا وبين قيمة الفيلوسيتي والرادياس الكيرفتشر، هذا المسار اللي نصيح له الفلاي باث زين رادياس. لقينا هذه العلاقة، هاي العلاقة خلي ببالك الطائرة اني بحالة شنو الستدي بول اوت اللي هي يصير ويا من ويا حالة البيتشنج. زين عندي at the lowest point في أوطى نقطة شنو حيصير عندي بالبول أوت؟ عندي قيمة ثيتا حتساوي لي صفر، من ساوت لي ثيتا صفر يعني انطبقت المحاور، من صارت لي قيمة ثيتا صفر كوساين ثيتا هو شقد قيمته؟ واحد، كوساين الصفر قصدي شقد؟ واحد، فحيتعوض بالاخير حصير عندي هذه العلاقه الان يساوي لي بي سكوير على الار جي زائدا واحد. لهنا أنا طلاب ان شاء الله واضح هذا الاشتقاق من اجا، هذا من تسمع حاله البول اوت اللي يصير عندي وين بالطائره، حاله البول اوت اللي نتيجته تولدت عندي قوه اسمها سنترابيتال اكستريشن. زين هنا هسه نلاحظ هذه المعادلتين اللي وجدناها هنا 14 و15، زين بانه نصف قطرة الطيران اللي هذا حنخليه الار زين مال مسار ماتي يكون اكثر شدة بالبول اوت، شوكت اكثر شدة بال يصير عندي حالة سيفير بالبول اوت، ايش وقت من تكون عندي قيمة الار قليلة؟ زين وهذا بدوري يؤدي الى شنو قيمة الان تصعد عندي؟ اللود فاكتور الان يعني مانوفر عالي فاللود فاكتور اصلا ازيده، وهذا كله على حساب الكلفة وحساب الاداء. ف هذا تماما يعني اللي يصير عندي بالانسحاب الشديد، فهو شو يسوي هذا الانسحاب؟ يجهدها يعني للطائره، يعني يكون يولد عليها جهد اكثر احمال اكثر زين، بحيث وين يدفع الطائره؟ وين يخليها تندفع؟ بانه
تخرج بالعمل outside the flight envelope، تطلع خارج ظروف الطيران اللي هو المخطط اللي شرحناه الفلايت انفلوب بالسابق، الحدود مات السرعة اللي لازم نطير بها الطائرة. وهذا من تطلع خارج حدود الطيران ممكن أن تتجاوز حتى حدود الأحمال النهائية المسموحة وين بالستركتشر. فعمليا عندنا احنا بالنسبة ان شلون نوازن هاي نسيطر عليها، اكو عندنا حركة اسطح السيطرة اللي عندي تكون بيش موجهة، موجهة هيدروليكية، النظام سيستم هيدروليكي. تعرفون شنو معنى سيستم هيدروليكي؟ يعني نظام يتحكم بضغط الزيوت، يعني الوسيط ماتك مالت الكونترول مالت السيطرة اكو اما نيوماتيك او هيدروليك. فاللي عندنا هنا بهذن الاسطح نسيطر عليهم بطريقة النظام الهيدروليكي. زين، فهاي الحركة مال أسطح السيطرة طبعاً بالمونوفر العالية ربما تكون متحددة، يعني تكون متحددة بتدرجات بتوقفات متدرجة في داخل دائرة السيطرة لأن اللود عالي. فعندنا هذه عادة الستوبس التوقفات اللي يصير عندي فقط تعمل شوكت تكون عندما تكون فرق سرعة معينة. فلذلك دائما بالمناورة فنحاول نعطي للطائرة يعني مناورة كافية، فتكون عندي لازم يعني بمناورة معينة لازم عندي أكون أشتغل على أساس السرعة الأوطى سرعة تتحمل بها. ف بالمسيطرات قلنا الهيدروليكية اللي تنشأ بهذا النظام تكون كذلك، حتى عصا القيادة تكون تزداد يعني القوة مالتها تزداد تدريجياً. فلذلك هنا يشتغل على الأداء أكثر مما هو ستركتشر، يعني اللي هو أبو الأداء المفروض يعني إن شاء الله يوضح لكم أكثر. فدائماً يجي تحذير له زين من هذه المنظومات، يعني تحذير للطيار اللي هو عادةً شلون يكون عملية السيطرة على الكونترول سيرفيس اللي عندي أسطح السيطرة بالطائرة، تكون عادة نظام هيدروليك، يعني صمامات تفتح تضخ الزيت وتغلق زين فداخل دائرة السيطرة. ف عندنا احنا بأنه عادة عملية البول اوت للأسفل او للأعلى يكون عادة يعني يؤدي الطيارة ممكن يوديها لحالة الستول زين. فلذلك إذا منتبهين بحالة التيك أوف واللاندينج إذا تتذكرون بأن قيمة السي أل نشتغل عليها السي أل ماكس. عندنا بالطائرات الحديثة زين، في الطائرات الحديثة for modern high speed aircraft a stall can be this asterios اللي هو كارثي يكون عندي particularly at a low altitude يكون في حالة خصوصا في عند الارتفاعات المنخفضة. فقيمته تكون بالارتفاعات المنخفضة يكون خطر جدا، فلذلك تجينا تحذيرات بهاي الحالة. ف بالنسبة أنه هذا ما يخص جزء يعني غطينا من البرفورمانس، احنا شغلنا تعرفون أداء أقول عفو ستراكتر زين. فهذا فيما يخص هسه البول أوت اللي هي من تكون الطائرة في حالة البيتشنج والطائرة تكون حالة البول أوت إما للأسفل أو للأعلى. هسه افتهمنا العلاقة، اهم شيء عندي هذا نصف قطر المسار كلش مهم، والسنتربيتال اللي اكسلريشن التعجيل المركزي اللي يكون اتجاهه نورمال، ويا الليفت اللي نضربه في الماس الدبليو عجي اللي ينطيني القوة مالته. فهاي الموازنة اللي صارت عندي وهذا الاشتقاق اللي اشتغل عندي بحالة البول اوت. الحالة الثانية الأخيرة اللي راح ناخذها اليوم زين هي حالة الـ correctly banked
شير. احد ادى سؤال هسه على حاله الاستدي بول اوت طلاب، يعني اتمنى ولو تكونون يعني اكو فد نسبه جيده يعني وصلتوا بفهمه. اكو عندكم اسئله عليه؟ الو ان شاء الله تمام، يعني هذا اللي احاول اوصله لكم، يعني هو تدون شويه الى يعني ارتباط بالبيرفورمانس، بس هذا اللي اقدر اوصله لكم، يعني هو تعرفون ماده هي المفروض تشرح، يعني افضل كل لغه انجليزيه، بس بنفس الوقت من نشرح كل لغه انجليزيه اغلب المصطلحات يعني لازم انتم مسبقا يعني بريفيسلي ماخذين يعني تعاريفه وتعرفون شنو المصطلحات، فلذلك عسى ولعل غطينا لكم ولو جزء البسيط من عدها. هسه اذا طلابنا خلصنا الحاله الاولى هي للبول اوت، لان وراها حناخذ ان شاء الله يبقى لنا فقط موضوع الجيست لود. الجيست لود الجيست لودز اللي هي المحاضره السابقه وتبقى لنا المسائل. طبعا هو في شيء ممتع هو هذا وضروري يعرفه مهندس الطيران. فاذا هسه وصلنا الحالة الثانية اللي هي البانكينج. البانكينج مثل ما عرفنا اللي هي اصلا هي كلمة بانكيك، مثل ما عرفنا هي بتفتح القاموس هي معناها مصرف مو، او البانك هي معناها عملية رصف التوقيف او رصف يرصف سيارته يعني زين على رصيف او كذا. فالبانكينج هنا انجل فاي حنتعامل وياها، فهنا نقدر نطيب انه بانك تيرن يعني الدوران لرصف حيصير عدي تعدل نفسها الطائرة. شلون بهاي الحالة من المناورة؟ هاي الحالة الثانية السكند كيس. في هذه الحالة من المناورة الطائرة شبيهة تطير في الدوران